سطرت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران مخططا أمنيا للسهر على تطبيق قرار غلق الشواطئ طيلة فترة الحجر الصحي الجزئي، حيث تم وضع نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة على مستوى المداخل المؤدية إلى الشواطئ التابعة لاختصاص الدرك الوطني لمنع دخول المصطافين، وهذا حرصا على سلامتهم. كما تم تحسيس وتوعية المواطنين بعدم ارتياد الشواطئ، كما تم أيضا توزيع كمامات طبية على المواطنين وإعطاء جملة من النصائح. Thank you.